أيها السادة، أعلنت وزارة التعليم عن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام، والتي ستبدأ يوم الأربعاء 12 من ربيع الآخر القادم. أوضحت الوزارة أن اختبارات المرحلة الابتدائية ستكون عن بعد وتبدأ عند الساعة الرابعة مساء، فيما ستكون اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا للمحصنين من الفئة العمرية من 12 عاما فأكثر، بينما ستكون الاختبارات عن بعد من خلال المنصات التعليمية لغير المحصنين لأسباب صحية وما دون 12 عاما والذين لم يستكملوا التحصين بجرعتين من اللقاح. وعن مواد التقويم المستمر والاختبارات الشفوية، بيّنت الوزارة أنها ستكون عن بعد ابتداء من 9 من ربيع الثاني لمدة 3 أيام، واستبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.